الشرط الرابع في المحتسب لا زال الأخير، قال أن يكون مأذونا له من قبل الأمير ثم رد. قال ما صح هذا الشرط يشترطه من يشترطه، إن الآمر بالمعروف المحتسب الناهي عن المنكر أن يكون مأذون عند تصريح من قبل الأمير. قال هذا غير صحيح، لأن الأمير مأمور بالمعروف والنهي عن المنكر نفسه، فلا سلطة له في شرع الله إن يأمر لا ينهى في الشريعة، يعني حيث ما أمرت الشريعة ليس له أن ينهى، وحيث ما نهت ليس له أن يأمر. فلذلك يقول هذه مسألة الإذن من الأمير هذه مسألة لا غير صحيحة، لأن الأمير مأمور بالمعروف منهي عن المنكر، مخاطر. وكان بعض العلماء متخصصين في نصح الأمراء إلى التوهم ما يكون. بنى الحجاج بن يوسف قصرا ودعا الناس لرؤيته ومشاهدته، فجاء الحسن ابن أبي الحسن البصري المعروف، فصعد أعلى مكان في القصر وخطب في الناس خطبة، يعني اتخذ القصر من برم، وقال أيها الناس لقد رأيتم ما بنى هذا الظالم وشيد، وقد شيد الذين قبله ما شيدوا، فأتى الله بنيانهم من القواعد وخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا وراحت من حيث لا يشعرون، وراح يتفجر عليهم وعظا وتذكيرا وكذا، وراحوا الملاقين حل حجة. قال الحق الحسن البصري جمع الناس اللي متجمعين يشوفوا قصرك وخطب فيهم خطبة طنانة رنانة ما سمع التاريخ بمثلها، فرصة اتخذ فرصة. قال ائتوني الحجاج، وجاب هذا أصحاب المطع أصحاب السلاخين والذباحين، جابوا وحطهم على اليمين وعلى الشمال عزين. قال أدخلوا، وقبل أن يدخل الحسن من باب الحجاج تمتم بكلمات ثم دخل، وما إن رآه حتى وقف له وأجلسه بجانبه ورحب به وأكرمه وعطره، وراح يسأل والحجاج والحسن يجيب يسأله ويقول له أنت الفقيه العالم أنت الفقيه العالم أنت الفقيه العالم، ثم شيعه حتى انصرف. فتبع واحد من العسكر لما توارى تبعه، قال له يا أبا سعيد والله إن الحجاج ما دعاك لإكرامك، هذا اللي سواه حالك ما أول لعب منك عشانه، إنما دعاك ليفصل ذا عن ذا، يفصل رأسك عن كتفك، ولكني رأيتك قلت تمتمت بكلمات فأسألك بالله إلا قلتها لي. السر ذاك اللي لما وقفت على الباب قلت أريد أن أعرف. قال والله ما زدت على أن قلت يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. بس ما قلت كذا ثم انصرف رجلا.